السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ليث صباح. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحكي عن ريفيو ارتكل، شلون أني أكتب ريفيو ارتكل، شنو الشيء اللي لازم أهتم بيه بال يعني بحث مراجعة، شلون أسوي أني هذا بحث المراجعة ريفيو ارتكل، شنو الشيء اللي لازم أهتم بيه، شلون أختار، شلون أكتبه، شنو الستركتشر اللي راح ينكتب بيه، شنو الفورمات، شنو الشيء اللي أركز عليه، وشنو الشيء المهم حتى يكون موجود بيه. بالبداية راح نحكي بصورة عامة عن الريفيو بيبر، شنو هي وشون تنكتب، وبعض الملاحظات على هذا الشيء، وبعدين راح ناخذ أمثلة حية من الريفيو بيبرز منشورة، ونشوف شنو الآلية اللي هم اتبعوها في كتابة هذه الريفيو بيبر. طبعا الريفيو بيبر جدا مهم، ينطي للباحث انه أهمية انه هو يراجع شغله، يراجع بحوث السابقة، ينطي literature review. بنفس الوقت هو راح يساعده في كل، اذا كان هو يعني postgraduate students، يعني اذا كان طالب دراسات عليا، فهذا راح يفيده انه هو راح يختصر له chapter 2 اللي هو literature review اللي هو مطلوب من عنده يكتب الثيسس. حتى اذا ما كان مطلوب للثيسس ينطي خبرة للباحث. نقطة اخرى جدا مهمة انه كتابة الريفيو بيبر، انه الريفيو بيبر عادة تجيب more citations، يعني اقتباسات، يعني الناس راح تستخدم هذا البحث كمصدر في بحوثهم، لأن يكون بحث شامل. زين، السؤال هو شنو الريفيو، شنو هذا الريفيو بيبر؟ الريفيو بيبر هو بحث يلخص الشغل القديم ما يعني السابق عن هذا الموضوع. يعني مثلا نفرض انه انت في مجال المشين ليرنينج، يعني مثلا اخذت المشين ليرنينج ويا في التاسك معينة، مثلا ويا البريست كانسر، فانت تلخص كل شيء له علاقة بهذا الموضوع مثلا من 50 فصاعدا. بيبر لخصت عبارة عن بحث واحد، فاكيد راح يكون شلون نقول يجيب الاتنشن عليه انه الناس تلاحظه، وبهاي الحالة تقدر انه تسوي له سايت. فجدا مهم الريفيو بيبر. الريفيو بيبر مثل ما قلنا انه هي بحث مراجعة لشغل قديم. اكو جدا مهم نقاط مهمة ناخذها بنظر الاعتبار. اول شيء قبل كل شيء، قبل انه انت لا تبدي ولا تشتغل، قبل لا تشتغل لازم تفكر شنو التوبك اللي انت تشتغل عليه، شنو الفيلد اللي انت تشتغل عليه. جدا مهم انه تنتبه لا تاخذ شيء تو جنرال، يعني انا ما تجي تجيب مثلا تقول لي انا راح اسوي ريفيو مثلا على الارتفيشال انتليجنس، هذا الشيء مستحيل لانه فيلد كلش كبير، وما تجي ولا تقول لي مثلا راح اسوي على النتورك. دائما اخذ لك سب فيلد، يعني شنو فيلد جزئي. مثلا هسه احنا حكينا ارتفيشال انتليجنس، ممكن تقول انه انا راح اسوي ارتفيشال انتليجنس مثلا ان بريست كانسر كلاسيفيكيشن، او يعني بتصنيف صور مثلا بريست كانسر، ارتفيشال انتليجنس مثلا بال industry، artificial intelligence بالفيلد الفلاني، او مثلا راح اقول أو مثلا اقدر اخذ اعمق دي، مثلا اخذ مثلا machine learning ويا هيك شيء، machine learning ويا medical images، machine learning ويا. فلازم تختار فد فيلد معين. كل طالب دراسات عليا حتى اذا كان طالب دراسات عليا الا فد فيلد خاص بي، يقدر بهذا الفيلد يتفرع، يعني مثلا اذا كان فيلد ماشين ليرنينج ياخذ في التاسك معينه ويشتغل عليها ويجمع. الشغله الثانيه الضروريه جدا مهمه هي انه انت لازم تشوف هذا الصفيد اللي راح تختاره وراح تشتغل عليه. لازم تفكر جدا مهم انه الدور اكو بحوث منشوره على هذا، وشنو فرقك راح يكون عنهم. جدا مهم، يعني انا اذا اوريدي واحد مسوي لي ريفيو بيبر، شنو الفائده، شنو الجديد بشغلك. فجدا مهم تنتبه على هاي النقطه حتى يكون مختلف، تحاول تسوي شيء مختلف مهما كان الاختلاف. مثلا تقدر تقول انه اني
أحدث من عندهم، تقدر تقول إنه أني أكثر تفصيلا من عندهم، و و و إلى ما أنا. هذا الشيء لازم يميزك. طبعا راح نتناول هذا الحكي كله بالأمثلة. الشغلة الأخرى اللي أنت لازم تنتبه عليها، إنه ورا ما أخذت التوبك ورا ما شفت إنه أنت شنو الفرق، هسه لازم تحط خطة ببالك إنه أنت شنو التوبك. حط ورقة وقلم، يسوي لك جايد لاين. يعني أنا مثلا راح أحط برودكشن، راح أحط مثلا ميثودولوجي، راح أحط مثلا، راح أضيف مثلا تشالنجز. مو هيك شي مجرد إنه تيجي تفتح الوورد وتبلش ابستراكت وتكتب، ماكو شي. لازم تكتب في البلان عندك شنو اللي راح تلخصه، شنو الشيء الجديد اللي راح تضيفه. هذا بما يخص على الريفيو بيبر. بعض الملاحظات سنجي نناقشها. يقول لك review is not a list of results، يعني انه انت مو تسوي ريفيو عبارة عن تصفيط لشغل سابق، مجرد بس تصفيط. لا، لازم يكون تصفيط بشكل مميز. لازم تكون انت كأوثر لك اضافة. شنو الإضافة مالتك؟ شنو الجديد؟ مثلا أنت قرأت ولخصت كل شيء واستنتجت استنتاجات، لازم يكون عندك opinion. الشغلة الثالثة يقول include the rationale for why it's needed. يعني أنت هسه من تيجي تكتب لازم تفكر ليش هذا انكتب، ليش تسوي هذا الريفيو، يعني شنو الحاجة إليه. قلنا أنت شيء يميزك عن غيرك. طبعا هاي نقاط يعني جدا مهمة، دائما اللي يقيمون ريفيورز، اللي يقيمون ريفيو بيبرز اللي هي ريفيو ارتكلز، يباعون على هاي الامور. describe who it's intended for، يعني انت شنو هذا الريفيو لمن موجه. يعني مثلا هل هم اللي beginners، الانترميديت، الادفانس، هل هم فد فئة معينة، هل هم الاختصاص اللي حاسبات، هل هم اختصاص ما هيك شيء. مرات مثلا انت تكون كلش ديب بحيث غير اختصاص ما يفهمك، هاي هم مشكلة. فانت تحاول تعرف منو الاودينس مالتك، منو الجمهور مالتك. شغلة اخرى include a survey methodology section، لازم توصف طريقة البحث مالتك على هاي البحوث، شلون لقيتها. هذا مجرد يعني نحكي، وهسه راح ناخذ التفاصيل اكثر. All write a review if you feel you have something to say، يعني انت اذا عندك فد شيء تقوله. يعني شو احنا عندنا شيء جديد تضيف لهذا التوبك، شيء اللي لقيته بهذا التوبك توضحه اكثر، تشوفه اكثر، عندك شيء جديد حتى تقدر توضحه. Make it clear why the topic is important, why it's important now, and why you should write it. لازم توضح أهمية هذا التوبك وليش أنت تسوي هذا الريفيو. التوبك شو راح يسوي إذا يعني ال researchers، ال audience إذا جو قرأوا هذا البحث، شنو اللي راح يحصلوه من عنده. هذا بعض ال 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 الأمور اللي جدا مهمة إنه تلاحظها على review paper. ملاحظات أخرى من غير reviewer، يعني هاي ملاحظات من reviewers، يقول لك how to write a good literature review. A good research should be genuine added value in sense of the sum, in the sense that the sum should be stronger than its parts. يعني احنا دا يقول لك لازم انت تضيف شيء جديد، شيء حقيقي، شيء original مضيوف لها البيبر، مو مجرد تصفيط حكي من بحوث سابقة مثل ما ذكرنا هذا سابقا. It should contain the author's own opinion. Okay, your own opinion. يعني انت لازم عندك رأي تضيفه للبيبر. Authors should formulate a few research questions and find answers to these questions from the review. يعني انه انت تلقى بهذا الفيلد اللي اختاريته، تلقى شنو المشاكل، شنو الريسيرش جاب، اسئلة لي، شنو مشكلة، شلون نحل هاي المشكلة بهذا التاسك، شلون نعالج هاي المشكلة. تسأل اسئلة ولازم تلقى وتقترح لها حلول، اما تكون مطروحة وانت تقترح حلول من عندك. هذا جدا مهم حتى يساعد الباحث من يجي يقرأ الريفيو بيبر يوصل الى ريسيرش جاب، ممكن من عدها ينطلق يسوي البروجكت مالته. هذا جدا مهم. Author should explain the review process.
يعني شلون سوى الريفيو بروسيس، شلون لقى البيبرز، شنو التولز، شنو الكلمة استخدمها بالسيرج، ايش قد جمع بيبرز. قلنا راح نشوف مثال the research gap summarize the research gaps. جدا مهم مثل ما قلنا research gaps، يعني مثلا انه انت مثلا اخذت موضوع المشين ليرنينج ويا مثلا بريس كانسر، او مثلا ويا مثلا بلوت ريد بلوت سيلز كلاسيفيكيشن، قول يابا مثلا مشاكل انه هذول الطرق كلهم مثلا ما عالجوا هاي المشكلة الفلانية، وما عالجوا هاي المشكلة الفلانية، وما عالجوا تطي ليست مختصر لكل شيء، وما انتبهوا هذا الشيء المعين. هاي دا توضح تقول انه اكو مشاكل حقيقية، حتى بالمقابل يجي المراك يستفاد من الريفيو ماي بيبر، ممكن يستخدمها كبداية لشغله. مثلا يقول لك authors should use separate tables to specify challenges in X, Y, Z. يعني معناها انه انت لازم يكون عندك مقارنات، لازم يكون عندك شيء يوضح هذا الفرق، مو بس سرد حكي يكون اسهل على القارئ. Your study would be interesting if you tested the model standard data set. طبعا هذا optional، يعني اذا انت تريد تسوي مثلا تيست على data set already موجودة حتى تشوف الفرق بيناتهم، تعرض بعض النتائج. لازم النقطة الأخرى add latest references into paper. من تيجي تسوي review paper لا تروح مثلا 2000 مثلا 2010 2012 13 وعبارة عن المصادر كلها قديمة، لازم تركز على أحدث المصادر. مثلا تأخذ آخر 3 سنوات، آخر 4 سنوات، آخر 5 سنوات ماكسيموم. يقول لك abstract should not contain abbreviations، يعني الابستراكت ما يحتوي على أي اختصارات، لازم تتجنب هاي الأمور. يقول لك لازم spell out each acronym the first time used in the body، يعني انه انت لازم اي شيء مختصر تيد اختصارات او مصطلحات او شغلات لازم تعرفها بالبداية حتى بعدين يلا تستخدمها، حتى الواحد من يجي يعرفها. زين، هاي بعض الملاحظات اعطيناها على الريفيو بيبر. هسه نجي ناخذ امثلة من الواقع، يعني هسه هاي ريفيو بيبر. طبعا انت مو شرط تكون exactly same، بس انا اللي دائما انصح بيه انه انت من تجي حاول تشوف هواي ريفيو بيبرز. طبعا حتى بالنسبة للطالب الدراسات او حتى الباحث، الريفيو بيبر يعني good start point، يعني تبدي من عندها بداية تشتغل، يعني تقرأ تختصر لك جهد. يعني مثلا هسه هاي البيبر سأشوفها يقول لك انه احنا مسوين summarize over 300 paper، يعني 300 paper هم ملخصينها بعبارة عن paper 29 صفحة. فجدا مهم يكون عندك يعني اختصر لك 300 paper preview paper، فجدا مهم انه يعني تختصر لك وقت. مثل ما قلنا انه الابستراكت هو يعطي دائما عبارة، اغلب يعطي ابستراكت فد لمحة عن الموضوع، شنو الموضوع اللي بده يشتغل عليه، وشنو السيرفي اللي هم سووه، اوكي، ويعني يعني على شنو المواضيع اللي اشتغلوا عليه. اغلب الابستراكت يكون هيك شيء، وممكن يضيف مثلا فد شيء اخر عن الموضوع، مثلا الجاب عن البقية ممكن يكون هنا او بالانترودكشن. عادة يبدي حل اي بيبر انه يكون عندك انترودكشن بالشغل مالتك. لو نلاحظ طبعا هذا كله introduction عن الموضوع. هسه شوف لو نرجع هو شو اخذ مثلا هذا السيرفي، survey on deep learning in medical image analysis، يعني اخذ deep learning كفيلد وفقط ويا medical image analysis. ممكن انت تفوت اعمق اذا اكو more papers، يعني اذا اكو هواي papers. يعني عادة ريفيو بيبر يفضل يكون أقل شيء إنه أنت مسوي سيرفي على 50 بيبر فصاعدا، يعني
مو 5 6 بيها ريفيو، يعني هاي ماكو أي ريفيو بالموضوع، فيفضل يكون فد 50 بيبر عن الفيلد فصاعدا. شو بس هذا مثلا introduction، شوف مثلا يقول لك هنا أنا مثلا هذا الجزء خلينا نقرأ، يقول لك مثلا one dedicated review on application of deep learning to medical image and analysis was published by، يقول لك هو حاليا على هذا الموضوع اللي احنا راح نشتغل عليه اكو بس ريفيو بيبر، على الرغم انه هي غطت اغلب ال يعني شغل كبير. We feel، يعني على الرغم من اني غطت، we feel that important areas of the field were not represented، المواضيع المهمة بهذا المجال ما غطاها هذا الريفيو. شوف هنا دي، شوف هو شنو فرقه عن البقية، شنو فرقه عن الريفيو الآخر اللي انطرح، دي والله هذا جدا مهم جدا مهم، حتى أول يعني كريفيور من يجي يقيم بحثك هاي الأمور جدا ينتبه لها، حتى يعرف الفرق عنك عن غيرك، إذا أنت كوبي بيست أو أنت نفس الشيء تماما، يعني ماكو أي تجديد بالموضوع. فهنا لازم توضح ويعطي مثلا example ويعطي بعد example آخر ويوضح. نفس الحالة قلنا اكو شيء ذكر، قال انه research process، قال انه احنا يابا اخذنا بهذا السيرفي 300 papers كليتين حديثة، most of them recent حديثات، on the wide variety of application of deep learning in medical image analysis، الطريقة اللي بحثنا بها استخدمنا مثلا convolution or deep learning، طريقة ال search مالته، ودي يشرح انه هو منين جابهن ومنين يا libraries، وبعدين انطى ال contribution مالته. جدا مهم نتوضح شنو ال contribution مال هذا ال paper، شنو الانجازات مال هذا ال، مثلا انه احنا هيجي وضحنا هيجي شيء سوينا هي طلع، شوف challenges جدا مهم اللي نفس ال research gaps، challenges تعطي indication، يعني تنطي انه للمقابل او انه ساعد القارئ readers انه يقدر يلقى research gap. من يشوف يلقى challenges بهذا الموضوع من خلالها يقدر يعرف انه شنو ال research problem ممكن يحاول يشتغل عليها ويحاول يحلها ويطلع في شغل جديد. هذا واحدة من اهم نقاط البحث، اهم نقاط الريفيو بيبر، شنو challenges مالت الشغل، شنو ال research questions، شنو ال research gaps، هاي الامور جدا مهمة بال review paper. طبعا هسه لو ناخذ جولة على ال review paper، شوف دائما انت عادة يعطي فالتعريف عن مصطلحات الشغل جزء اولي، تعريف شنو هن، حتى ذاك واحد مو من ال area ممكن يقرأ ويفتهم، ولما يدي تعريف يدي مرحلة اخرى هي يدخل اكثر تعميقا بالبيبرز. هسه لو ننزل بالبيبرز ونشوف، طبعا كل هاي التعريف عن البيبرز، شنو الشغلات الموجودة، شنو الشغل، يبدي يلخص. هذا اهم جزء بعد التشالنجز، انه انت تلخص شغل غيري بصورة بسيطة، صورة مختصرة على شكل تيبل عن هذا المجال اللي انت تشتغل عليه، يعطيك الرفرنس مثلا شنو الميثود مالته، شنو الابلكيشن، شنو الريماركس، شنو اهم او المين فاندينج، مثلا شنو الشيء المهم عن هذا البيبر، ممكن تضيف فقرة نتائج. شوف هنا انا تيبل كامل ملخص بيه اكثر من تقريبا 50 بيبر، جدول اخر يسوي على غير موضوع داخل هذا الفيلد، يعني السب فيلد جداول، دي شوف كمية الجداول ايش قد تختصر جهد. هذا جدا مهم، يحب اي ريفيور يشوفه بهذا الشيء بالبيبر، لان دي يختصر جهد بدل ما اقرا نص سرد ممل، انا مجرد بس مجرد ابغى على هذا الشيء اعرف انه هذا سوى وشنو مثلا نوعية الايمجز اللي استخدمها او وات ايفر، شنو الميثود اللي سواها، تشوف ايش قد تختصر. هذا هو شغل الريفيو، هذا هو شغل الريفيو، هو الريفيور دي يقرا ويلخص وينطيني شيء احنا شلون نقول ملبلب جاهز. نفس الحاله دي شوف كميه التيبل
وكله ملخص هو مدعوم بالتكست كمية التيبلز ونفس الحالة. فهذا أهمية الريفيو بيبر، يكون عندك شيء ملخص عن المواضيع. أكيد لازم تكون عندك فد أنت رأي خاص، إنه أنت ورا ما لخصت هاي الأمور لازم عندك في الديسكشن، عندك موضوع مثلا تناقش بيه في النتائج البيبرز اللي هاي، شنو رأيك انت، شنو الشغلات اللي ممكن تشوفها بهذا الشيء. زين، موضوع آخر لو نجي ريفيو آخر ناخذها، مثلا شوف هسه هنا دا يقول Deep Learning in Bioinformatics، يعني حدد انه انا ترى راح احكي عن الديب ليرنينج في مجال البايو انفورماتكس، ما راح اخذ ديب ليرنينج كامل بدون. حتى اذا اخذت ديب ليرنينج فانت اعرف ليش اخذتها، لازم تعطي اسباب. مثلا نفس الحالة هذا البيبر، مثلا شوف سنترو ادكشن هنا، شوف هنا قلنا ال abbreviation كليت هنا اللي في البيبر خلاها لي قدام حتى أعرف إنه هنا مثلا ما يحتاج إنه بعد الله أكرر هنا أنا كل مرة أكتب الكامل اسم الكامل وأكتب الاختصار، هاي خليت اختصارات وانتهى الموضوع. مثلا شوف هنا أنا مثال آخر على هذا الموضوع، يقول لك نهاية الانترودكشن ده يقول لك notice that there are a number of other review paper available. أكو بحوث أخرى منشورة عن الـ Deep Learning بالـ Informatics وبالـ Healthcare وملخصة بهذا الـ Table دي يقول لك. على الرغم أنه هم يعني Comprehensive Survey على الـ Recent Application of Deep Learning Methods to the Bioinformatics Fields، دي يقول لك أنه هم رغم أنه هم دي يسوون على هذا الشيء بلا بلا بلا، يحكي هسه دي يبين شنو فرقه عن غيره، شنو فرق هذا. يدي يقول انه على الرغم انه اكو مثلا هالقد ريفيو بيبر بهذا الديب ليرنينج ويا البايو انفورماتكس، لكن انا مثلا عندي هيجي هيجي فيختلف عنهم، لكن انا مثلا هيجي 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 مثلا. دي يقول لك هاي الريفيو introduced how those algorithms work step by step or provided مثلا بلا بلا gap between هيجي 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 مثلا، ودي يشرح المشكلة إلى أن يوضح الفكرة مالته ويوضح شنو فرقه هو عنهم. ومثل ما ذكرنا يبلش يشرح مثلا فد introduction وبعض التعاريف أو بعض الأمور إذا ماكو مو شرط، ونرجع ونقول شوف شلون دي يلخص عبارة عن تيبل بهذا الموضوع. مثلا الكيوردز مثلا سمري على كل بيبر، تشوفه تيبل سمري على كل بيبر نفس الحالة. زين، واحدة من الشغلات المهمة اللي يفضل تكون شنو التشالنجز بهذا الموضوع، يعني شنو مثلا سوى شرح وبعض التفاصيل عن هذا الموضوع. واحدة من الشغلات اللي جدا مهمة اللي هي مثلا limitations، خلينا نشوفها limitations as and suggestions، يعني مثلا اللي هي نفسها challenges اللي هي نفسها ممكن نسميها research gaps، نفسها هي هاي. يشرح مثلا lack of data، مثلا قلة ال data، هذا يشرحها بالتفصيل ويعطي بعض الحلول مثلا وبعض المقترحات. هذا الشغل هو هذا الشيء novelty بالموضوع، هو هذا الجديد بالريفيو اللي هو سواه، انه لخص الشغل السابق وبين مشاكل الشغل السابق ومشاكل هذا الفيلد ويا الديب ليرنينج مثلا شنو هو، وقاعد يلخص. يعني جدا مهم انت تقدر مثلا انه انت تجي تشتغل على الديب ليرنينج ويا البايو انفورماتكس بهاي المشكلة، مثلا تعالج مشكلة lack of data او مثلا imbalanced data او مثلا تعالج، وهكذا تنزل بالمشاكل دي. شوف السنظل الهند لان كليتهن عبارة عن challenges، واكيد تنهي البيبر ويا الـ conclusion
conclusion مالت البيبر، شنو اللي سويته، شنو قدم هذا الريفيو بيبر. مثال آخر، مثلا هاي ريفيو آخر، لو نجي نقرأ review of automated methods for detection of sickle cells disease، شوف دي حدد انه automated methods على هاي التاسك detection of sickle cells disease. نفس الحالة يقدر انت تقرأها راح تلقى انه فرق عن البقية شنو ملخص. تنشوف نفس الحالة، شوف احنا شنو ملخص، مثلا الاوثر لير الترم عند شنو القوة مالته، strengths الweaknesses الضعف مالته، وشنو البرفورمانس مالته. طبعا على هذا جدا يهمني كقارئ اشوف هاي الامور، اعرف هاي البيبر شنو قوته وشنو الضعف مالته، ممكن انا اشتغل على الضعف وطوره. ونفس الحالة تشوف انه احنا كل ريفيو بيبر دنمر عليها دنشوف نفس الحالة. شغلة اخرى ممكن ذكرناها، ممكن تشتغل على النتائج، شوف هنا ملخص هاي النتائج مال هذا الموضوع على شكل مثلا مصنفه حسب هذا، مثلا الكلاسيفاير حسب هاي التاسك حسب هاي الشغله مصنف النتائج. فلما نشوف شوف هو منطق النتائج، هذا هم اوبشنال ممكن نضيفه يعطيك لخص النتائج. بيبر اخرى مثلا شوف هنا يعطيك introduction مثلا، ونفس الحالة قلنا شنو فرق، يشرح شنو ال contributions اللي دي يقدمها ال paper، شنو ال challenges اللي دي يقدمها challenges of هاي ال paper. مثلا بهذا الفيديو لو نقرأ topic review of the state of the arts deep learning for planet disease، يعني deep learning في مجال أمراض النباتات، يعني ما أخذ شيء بالخصوص واشتغل عليه زين. قلنا مواضيع تلخصها، وبنفس الحالة أعطى كل شيء له علاقة بهذا الموضوع، شنو المشاكل بهذا الموضوع، وعندي تيبل آخر نفس الحالة مثل ما ذكرنا هنا، شنو الستدي، شنو كان الأوبجكتيف الهدف من عنده، إيش كنت استخدم صور، شنو الويكنسز، شنو السترينث مال هاي، شنو الشيء المهم على هاي البيبر، وش كيف طلع نتائج. طبعا هيك الجداول تكون كلش مهمة بالقارئ، تجذب الريفيور اللي يقدم اللي يقيم البيبر، ينجذب لهيك امور وينتبه لها. نفس الحالة شوف جدول يلخص هاي الفيلد بهذا المجال، وبنفس الوقت عندنا شيء اسمه الديسكشن اللي هو انه انت تناقش هاي المواضيع، ايش توصلت انت كباحث ورا ما قرأت ورا ما شفت البيبرز ولخصتها، شنو الاستنتاجات، شنو الشيء اللي تناقشه، شنو اكتشفته، شنو الجديد. هذا جدا مهم، تحاول قدر الامكان انه يكون اضافة للبيبر حتى تعطيها قوة. وبنفس الوقت ممكن نضيف conclusion and future work، هم تقدر تضيف، يعني تقدر تضيف conclusion future work اقتراحاتك على هذا الموضوع. اخر شيء، اخر مثال review اخر، deep learning in selected cancer image analysis survey، يعني هم deep learning في مجال مثلا الانواع الكانسر. واحدة من الشغلات اللي اريد اشوفها بهاي البيبر انه هي research methodology، يعني شنو آلية الريسيرش. شوف هنا مثلا بهذا الريسيرش ميثودولوجي جزء مهم انه انت لازم تشرح، مثلا يقول لك مثلا published papers انه هو اخذ papers من 2016 2020 وركز على هاي الامور، عملية السيرش مالته صارت بهاي الشكل، انه هو استخدم هاي الفوكابولاري حتى يبحث على الموضوع مالته والبيبرز مالته، شنو منين بعد لك البيبر، مثلا استخدم IEEE Access من Elsevier Science Direct و Google Scholar، وبعدين لخص قال مثلا انا لقيت هالجيت بيبرز، وبعدين بهذا المجال وخرت الدبلوكيشن الدبل، بعدين سويت عليه حسب قريت حسب الابستراكت والتايتل، صفيتهن الى ان وصلت بهذا الجزء. هذا يسمونه الريسيرش
أو السيرفي ميثودولوجي، يعني طريقة السيرفي مالتك، شنو اللي وصلت له وشنو اللي لقيته وشنو اللي سويت سيرش، حتى شنو الفائدة من عنده. بالمقابل يعرف من يجي واحد وراك ممكن يستخدم هاي حتى يبحث على بيبرز أو يبحث عن الموضوع الموضوع مالته. ونفس الحالة نشوفه انه هو يشرح مقدمات، بعدين ورا ما يشرح مقدمات يبلش يلخص. تشوفون هنا مثلا ملخص النتائج، مثلا هذا اشتغل على هاي الداتا سيت وهيج النتائج، هيج طلع كان هدفه يسوي هيج شيء مثلا، ويشرح. ونفس الحالة للموضوع الثاني، ونفس الحالة للموضوع الثالث، وهكذا إلى أن ينطيني بالأخير يعطيني في الدسكشن على كل واحد، ويعطي وجهة نظره وشنو الاكتشافات اللي لقاها والشغلات الجديدة بهذا الموضوع، حتى وشنو التشالنجز، شنو الشيء اللي هو قدر يوصل له. زين، حتى الديتا سيت، يعني شنو مثلا اذا اكو ديتا سيت بهذا الموضوع انت اللي دا تشتغل عليه، حلو انه تذكرها حتى تختصر جهد من يجي انا اقرا ريفيو، انه انت اللي لخصت لي يا ديتا سيت هذا الموضوع موجودة available، واللينك إلها أو الريفرنس مالتها، حتى أنا مثلا من أجي ألقى مثلا هيج داتا سيت أروح مثلا أخذها وأنزلها وأشتغل عليها. هذا هم جزء جدا مهم. هذا بالنسبة تشوف يعني كله عبارة عن tables دي تلخص الشغل مالته. زين، وقلنا الريفرنسز يفضل يكون حديثها 2020 2019، تركز على السنوات الأخيرة ويكون كل تركيزك على آخر السنوات. أغلب البيبرز يوصل هاي بيبر 154، لازم يكون فد عندك مجموعة، وأكيد طبعا ذاكر أنه عنده شنو فرقه عن البقية، من هم الجمهورة، شلون يميزه عن غيره، ويشرح هذا الشيء. مثل ما قلنا أنه هو عندك abstract، تايتل يكون اكثر يعني سبيسيفيك بالموضوع، بالابستراكت تشرح في المقدمة عن الموضوع، وبعدين تحكي شنو فرقك مثلا عن غيرك ممكن نضيف، وبعد بالاخير تشرح شنو هذا الريفيو راح يقدم او هذا السيرفي. تعطي انترودكشن عن الموضوع بصورة عامة، تبدي مثل شلون احنا نقول نارو داون، تبلش من البيج امبرلا من شيء كبير وتلخص تلخص الى ان تدخل في موضوعك، تحكي بسرعة من الموضوع وبعدين تدخل بالتفاصيل. هذا كل ما يخص بالريفيو بيبر. امور اخرى يعني احب انوه عليها، هي انه يفضل انه ورا ما تكتب الريفيو بيبر، ورا ما تكمل، انه يفضل انه اذا تعرف احد عنده experience بال review يطلع عليه حتى يعطيك ملاحظات، ارجع لها مرة مرتين الريفيو بيبر. وشغلة أخرى يحتاج جدا ضروري تسوي لها proof reading، اللي ما يعرف proof reading موجود فيديو بالشانل مالتي عن proof reading، هاتشين بي عن ال proof reading، فتقدر تشوفه. هذا الـ proof reading تقدر تشوفه وتقدر انه تعرف شنو جدا مهم يسوي proof reading. وراها من الامور الاخرى اللي اشجع عليها، انه انت تروح على المجلة الناوي تسوي submit الها، انه دزل فقط الابستراكت الى الاديتور وتقول له يابا انه هذا هل هو يتطابق ويا مجلتكم في الجورنال مالتكم، حتى تختصر وقت ما تدزل بحث ويرجع لك و و و واخواي مجلات تقبل هيك شيء، انه تدز الابستراكت للاديتور حتى يشوفه. مرات يخلون سكشن على الليترشر ريفيو، يقول لك انه احنا نريد نشوف هيك شيء وهيك شيء وهيك شيء بالليترشر ريفيو، لازم تقراها، موجوده باغلب الجورنالز. تتبع الفورمات مال الجورنالز وتتوكل على الله وسوي سبمنت، وان شاء الله ينقبل البحث. إن شاء الله تكون هذا الفيديو مفيد. إذا عندك أي استفسار اكتبه بالكومنتس، إن شاء الله نجمع الكومنتس ونسوي لها فيديو آخر. حاولنا قدر الإمكان نغطي كل شيء له علاقة بالريفيو بيبر. نرجع ونقول الريفيو بيبر هي ملخص لشغل قديم،
بطريقة بروفيشنال، بطريقة مرتبة، بحيث تلخص الشغل، مو فقط تصفيط لشغل، مجرد انه هذا هيك بطريقة بروفيشنال ومرتبة على شكل بحث. وبنفس الوقت حاول تخلي الشيء انه الابستراكت يميز شغلك حتى يجذب القارئ، من يجي يقرأ الابستراكت ينجذب إلى شغلك ويقدر يقرأ الشغل مالتك. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد، وشكرا جزيلا.